في تصريحات لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، تحدث خلالها عن آخر المستجدات التي تخص طعن المقدم للفيفا بخصوص مباراة الجزائر ضد الكاميرون. وقال عمارة في حديثه: رد الاتحاد الدولي لكرة القدم كان مبهما، وتابع حديثه قائلا: لقد طلبنا توضيحات من الفيفا على هذا الرد ولم نتلقى أي شيء. وختم بقوله: هذه القضية لم تغلق بعد، وننتظر التوضيح من الفيفا حتى نقوم بإجراءاتنا القانونية في حالة الرد السلبي على هذه القضية. وبهذه التصريحات يكون رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعاد إحياء هذه القضية وأعاد الأمل للجميع بخصوص رد إيجابي من طرف الفيفا لإنصاف المنتخب الجزائري الذي تعرض للظلم التحكيمي الفاضح. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.